طيب دكتور، يعني بالنسبة للبيان اللي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية وتحدثت عن أنه تقريبا ربع الإصابات أو ربع إصابات كورونا حول العالم هي بسبب هذا المتحور، وبرضو بالإشارة للتحذيرات اللي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، مدى جدية هذه التحذيرات زي ما حضرتك بتتكلم أنه هو الفكرة كلها في يمكن الانتشار، لكن حدة الفيروس نفسه أو حدة الإصابة نفسها بتكون أقل؟ بالفعل هو طبيعه الفيروس والتحور الجديد انتشار سريع، وده حصل على فكره مش اول تحور يحصل بيكون في تشبع بعدها ان يبقى في اصابات كتير. ولكن لو قيمنا التحورات دي كلها، نسب وفيات، نسب دخول في المضاعفات، نسب اشغال مستشفيات، نسب رعايه اقل بكتير بكتير من التفرع او التحور الرئيسي اللي هو اوميكرون اللي هو اخر التحورات الرئيسيه. يعني هي فندم بمثابه خلينا نقول متابعه لهذه المتحورات مش تحذير، يعني هي اكثر منها متابعه. ليه؟ لان يعني منظمه الصحه العالميه في الاول كان في نوع من التكاسل، فابتدت اي ظهور او انتشار لفيروس كورونا او تحور بتدي تحذيرات وتحطه تحت الاهتمام والمتابعه. هل هيحصل تحور اكبر؟ هل هيبقى في مضاعفات؟ لكن لحد دلوقتي كل ما ظهر علميا من كل الدراسات ان هو سريع الانتشار بالفعل. لكن كحده وخطوره ومتابعه حتى الان لم يثبت، وهو تحت المتابعه حتى الان. ولكن التحذير الاقصى ان هو بفكره الهروب المناعي، ان اجسادنا اللقاحات اللي خدناها مر عليها فتره كبيره واللقاحات لا تعطي مناعه طويله الابد، ان حصل نوع من الهروب المناعي، ان جهازنا المناعي منظومه اللقاحات اللي تم اخذها ما بقتش تقدر تتعرف على الفيروس. عشان كده معظم الشركات الان ابتدت تتجه لانتاج لقاحات تحتوي على السلالات الجديده. فكرة الهروب المناعي دي موجودة مع التحور الجديد، إن بمعنى إن فكرة أو منظومة اللقاحات ما بتديش مناعة طويلة الأمد، المناعة اللي خدناها من اللقاحات ممكن ما تديش مناعة ضد التحور الجديد. ولكن من نعمة ربنا برضو إن هو مش شديد الخطورة، فبالتالي مناعتنا الطبيعية والتلقائية هتتعرف عليه عادي، تقدر تواجه مش هيكون ليه مضاعفات. وده اللي موجود حاليا، ان هو سريع الانتشار بدون اي مضاعفات او خطوره. طيب دكتور امجد، وحضرتك كنت ضيفنا بشكل تقريبا مستمر في بدايه ظهور فيروس كورونا هنا في البرنامج، وكان برضو عبر المداخلات التليفونيه، وكنا دايما بنتكلم انه مع ارتفاع درجات الحراره بيقل انتشار فيروس كورونا، او احنا كنا دايما بنستنى الصيف لانه الانتشار بيقل. طب دلوقتي احنا بنقول انه ارتفاع درجات الحراره بيؤدي الى زياده الانتشار، طب نفهمها ازاي دي يا فندم؟ طيب احنا زمان كنا بنقول ان طبيعه الفيروسات بتقل مع ارتفاع الحراره، لكن احنا للاسف مش في ارتفاع حراره، احنا في تقلب جوي ما بين انخفاض والحراره. احنا في طقس من اسبوع كان ممكن فيه شويه هواء، من النهارده حر جدا. فكره تغيير الجو ما بين حراره جديده وما بين انخفاضات، ما فيش استقرار في الحراره. يعني احنا لسه ما قلناش ان احنا في الصيف، الصيف لسه 20/6، احنا لسه ما بين حراره جديده قوي وهيبقى فيه انخفاض تاني. ده بيساعد الفيروس على النشاط وبيساعد اجسامنا كمان تقبله، ان انت الجو بارد، لا سائح، شغل التكييف، بيعرض اجسامك من حراره عاليه لحراره منخفضه، ده كله بيساهم على انتشار الفيروس وسهوله دخوله في اجسادنا. ان جهازك المناعي انت دلوقتي خففت مره واحده والجو سقع تاني، لا شغلت تكييف، لا شغلت مروحه، ده بيساعد بنسبه كبيره ان انت شخص طقس متقلب ما بين ارتفاعات وانخفاضات، ما بين انت تلبس شتوي وتلبس صيفي، ده بيساعد على دخول الفيروس على اجسادنا وكذلك على سرعه انتشاره. لكن ما فيش ثبات في الطقس، احنا في موسم تغيير جو ما بين انخفاض وارتفاع، لكن عند ثبات الحراره هتقل شده الفيروسات التنفسيه، سواء ثباتها في الحراره او ثباتها في الانخفاض. فبالتالي احنا لسه لا شتاء لا صيف، ارتفاعات وانخفاضات، ده بيساعد في انتشار العدوات التنفسيه، حتى الانفلونزا تنتشر في الطقس المتقلب، البرد ينتشر في الطقس المتقلب، كورونا كفيروس تنفسي ايضا ينتشر في هذا. أمجد، يعني نشكر حضرتك اكيد جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات، ويعني حتى الان لا داعي للقلق من هذا المتحور الجديد.